بريشيا شنا كيفاش الدور الايطالي الدرجه الاولى من الجوله 15 وين شنا كيفاش كانت المباراه وين بريشيا خدع صابل في الشوط الثاني بعد ما شنا الشوط الاول كان 0-0. نقولوا بلي اليوم وين اندريا وين ضيع هدف التعادل في الدقيقه 75 بعد ما كانوا منهزمين من جانب صابل يبقى يعاني. شنا فرانسيسكو الذي اضاع في الشوط الاول من جانب صابل في الدقيقه 21، شنا جيمس في الدقيقه 42، شنا في 47 تيغو الذي اضاع هدف، شنا اندريا كذلك وين اضاع هدف في الدقيقه 75، شنا اندريا كيسيتانا الذي اضاع في الدقيقه 18 من جانب بريشيا، جورجينيو الذي اضاع كذلك في 72، جيمس اضاع هدف في الدقيقه 95 في الدقيقه الاخيره من الطمور، شنا ماريو الذي سجل الهدف في الدقيقه 94 يعني نقولوا 64 وين صاب اللعب خطه 4 لعب بثلاثة خمسة اثنين. شلنا كيفاش التشكيلة تاع بريشيا اللي لعب 4-3-1-2 يعني المدربين شلنا سيميلياسي المدرب تاع صابل، شلنا كوريني المدرب تاع بريشيا وين شلنا كيفاش كانت المباراة. مباراة كانت تكتيكية بيناتهم، هذه هي المباراة، مباراة كانت قوية، مباراة نقولوا بلي كانت قوية خاطر بريشيا شلنا كيفاش فرض اللعب تاعو خاصة في الشوط الثاني وعرف كيفاش يحافظ على الهدف الوحيد الذي سجلوه في الدقيقة 64 عن طريق ماريو لبريشيا، برغم أن أندريا أضاع هدف تعادل بضربة جزاء كانت ضائعة في الدقيقة 75. يعني هذه المباراة، مباراة اللي كانت شيقة، مباراة كانت تاع زوج فرق حسب الإمكانيات المادية والبشرية في هذه الأندية، وين شلنا كيفاش صابل بريشيا صابل صفر بريشيا هدف في الدور الإيطالي الدرجة الأولى سيري أي في الجولة 15. صحيتو.